جزاكم الله خيرا من أسئلتها فضيلة الشيخ. تقول: هل يلزم لبس الجوارب شراب الرجلين عند أهل الزوج علما بأن هذه المرأة معهم في نفس البيت؟ ما توجيه فضيلتكم إلى من يتساهل في هذه المسألة؟ الواجب على المرأة ستر نفسها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانوا من أقارب زوج، واجب أن تستر نفسها سترا كاملا بما في ذلك القدمان والكفان والوجه، فستر بستر كامل لأنهم أجانب ولو كانوا من أقارب زوجها كإخوته أو أعمامه أو أخواله أو غير ذلك، لأنهم أجانب منها. تستر نفسها، تستر قدميها سواء بالشراب أو بالثوب أو بالعباءة أو بالجلال الكبير، المهم أنها تستر نفسها عنهم بأي ساتر مناسب ولا تكون مكشوفة القدمين أو الكفين أو الوجه عندهم. نعم.